السلام عليكم طلابنا، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم محاضرتنا الخامسة إن شاء الله راح تكون عن موضوع الـ IES Lighting والـ V-Ray. الـ IES هو ببساطة هو تأثير الإضاءات السبوت لايت اللي موجودة عندنا بالحقيقة، وشون يكون تأثيرها بالمشهد. كثير من عندكم يقول أنا شلون راح أحصل طريقة رسم أو طريقة تسقيط طبيعة الظل وطبيعة الضوء اللي موجود على في سبوت لايت على الجدران او على الارضيات او اي مكان انت ممكن تستخدمها فيه، وخاصه في المناظير الداخليه. بالبدايه خلينا نشوفكم مجموعه صور للاي اس واستخداماتها. اذا تشوفون السبوتات اللي موجوده بهذا السقف اللي متوزعه وخاصه اللي قريبه على الجدران، اذا تشوفون هذه الاضاءه الساقطه هنا، هذه الاضاءه احنا شلون نحصلها على الجدران. بالحقيقه هو هذا الاي اس اللي احنا المفروض نشتغل عليه، واللي المفروض اليوم ان شاء الله تكون محاضرتنا عنه، ونحاول نشوفكم شلون نقدر نفعل الاي اس ونستخدمه بالمشهد مالتنا. تشوفون انه في كل مره دا تشوف عندنا الاشكال مختلفه بالنسبه لسقوط الضوء او السبوت لايت وانواعها. وطبعا مثل ما تعرفون اكيد شايفيها في السوق او في البيت عندكم، من تشترون سبوت لايت تشوفون انه كل سبوت هو ينطيك شكل من الاشكال من يتسقط على الجدار. اذا تشوفون هنا اللي خلف الشاشه مالت التلفزيون على الجدار، هنا ايضا خلف الشاشه يكون شكلها مختلف، بالاضافه انه هذا لو مشغل كان ايضا كان شكله غير شكل. هنا اذا تشوفون اللي ساقط على الجدران اشكالها مختلفه، يشوف هذا الشكل هنا اللي منفرج شويه، هنا الشكل الحاد والشكل نحو الاسفل يكون الاضاءه مالته. طبعا هذه كلها احنا نقدر ايضا هنا شكل كروي تقريبا. كل هذه الاشكال ممكن نحصلها في الاي اس. الاي اس اذا فتحنا ال 3 دي ماكس موجود وين؟ موجود في قائمه لايتنج في راي و في راي اي اس. من تفتح القائمه راح تطلع عندك هذه القائمه الطويله اللي راح نجي هسه ان شاء الله على شرحها بالتفصيل، لكن قبلها اكو نقطه كلش مهمه اللي هي شنو الاي اس فايل. الاي اس فايل اللي هو اللي راح يحدد لي شكل الإضاءة اللي موجود، يعني هذا الشكل شلون أجيبه من خلال الاي اس فايل جاهز، والاي اس فايل شلون أجيبه هسه لازم احنا ننزله. أنا طبعا منزل لكم إياه إن شاء الله وراح أنزله مباشرة لكم، لكن اللي يريد ينزله مباشرة من جوجل مجرد يكتب اي اي اس وتطلع عنده أول اختيار اللي هو الفوتو metricviewer.com. تفوت عليه راح تطلع عندك هذه الصفحه. طبعا هو فري لايسنس، عفوا فري سورس، فتقدر تنزلها مباشره من خلال الداونلود. تنزل اخر فيور لها، عفوا النت مالتي شوي مخربط، اخر فيور انا نزلته وراح انزل لكم اياه تمام على الجروب ان شاء الله، اللي هو الاي اس فيور. هذا مجرد انه نفتحه يطلع عندي وتنزل وياها فايلات. طبعا اللي هي هاي الاي اس اللي هي مجموعه الفايلات الاي اس، تطلع عندي هذا القائمه. افتح الفيور هذا شنو، حتى قبل ما اختار عن الفايل اعرف شكل الاضاءه بالضبط اللي راح استخدمها هنا قبل ما انزلها بالسن مالت. يعني هسه تشوفون انه الاشكال هذه اذا تطلع عندي شكل كل اي اس شلون يصير الشكل مالته وتوزيعه على الجدران والزاويه مالته من خلال هذا الاسقاط. انا ما اريد اشوفه بهالشكل، اريد اشوفه بغير بالفيو الحقيقي، يعني طريقه الضوء الحقيقي من يسقط على الجدار. ادوس على هذا اللايت او الرندر او كنترول ار وراح يطلع عندي هاي الشاشه، وابدي اغير. تشوفون انه انا كل ما اختار يتغير عندي هنا شكل الاضاءه مالتي. اشوف اكو بيها للاعلى، اكو بيها للاسفل، اكو بيها يعني كرويه متدرجه، حسب انت اختيارك وتصميمك ووضعية السن الداخلي مالتك، وحتى بالخارجي خاصة من تخلي سبوت لايت على جدران خارجية سواء كانت بالسياج او على اركان معينة ايضا ممكن تستخدم الاي اي اس. هسه عرفنا الفيور مالته منين نجيبه وشلون ننزله ومنين نختاره اللي هو من اي اس فايل، حتى نقدر يعني من ادوس نون هنا راح يسالني وين مكان الاي اس، فانا اشوف وين مسيب الاي اس مالتي. مثلا هسه انا مسيب لكم اياه ويا المحاضره مالتكم بال 3 دي
second semester lectures 5 IS it's IS هنا أنا. واختاره مثلا اختار اول واحد نفترض فهو هسه طلع عندي من راح انزله راح يطلع عندي IS اول شيء اوكي ومو بالضروره اللي قدام تنزله ممكن انه انت تسوي دروب ودراج بالنسبه لللايت وبعدين بالموديفاير تنزل IS وممكن تغيره حسب الشيء اللي انت تريده حتى نعرف القائمه هذه الاي اس خلي نشوف شنو التفاصيل مالتها يعني نعرف الكومنتات مالتها يعني هذا الصور راح انزل لكم اياها كامله ان شاء الله لكل انواع الفيريبل والماتيريال اللي موجوده وعليها شرح تفصيلي لكل قائمه طبعا هذه مهمه جدا خلال الامتحان يعني ممكن اجيب لكم هذه القائمه واعين بعض النقاط من عندها واسالكم عليها انه انتم شلون تجاوبوها انه انتم مفتهميها حافظيها حتى تكون واضحه عندكم الصوره كلش مهمه بالامتحانات لان اغلب الامتحان مالتنا راح يكون عباره عن صوره من هذه بالاضافه الى طبعا الانواع الاخرى اللي هي سواء تعاريف او مقارنات او حتى شرح بسيط لكن هنا ايضا سؤال مهم يجي دائما بالامتحان احد القوائم او القوائم بهالشكل هذا وتم تشرحه لي حسب النقاط اللي انا احددها لكم الاي اس هذا اللي تشوفوه هنا نفس هذه القائمه اللي طلع لي عندي هنا خلينا نشرحها هنا اول مره على الصوره وبعدين نروح نطبقها ان شاء الله في مثال بالبدايه الانيبل اللي هو طبعا هذا انه انت تفعل اذا صح واذا خطا يعني اذا عفوا اذا تشيل الصح او تخليه اذا صح يعني راح تفعله واذا تشيل الصح راح يطفي عندك الفيو بورت هو تاثير الاضاءه الانيبل فيو بورت شيدنج تاثير الاضاءه راح يبين عندك بالفيو بورت لما يبين طبعا تخليه صح هنا التارجت طبعا لكل اضاءه اكو تارجت فهنا انت تريد تارجت لو تريد فري لايت طبعا احنا اغلبنا نريد شنو والتارجت حتى نوجهها بالجدار او على الجدار اللي نريده هنا الروتيشن عندنا روتيشن على اي محور ممكن انه انت تحرك المصدر الاضاءه حسب الاكس والواي والزد اللي انت مخلي بيها وهذا تبقى يمك الكات اوف طبعا هو يجيك 001 وهذا المبقي لان معناته الوقت يوقف بالرندر هل هو بالصفر يعني لو الى فد نقطه معينه طبعا الصفر راح يبقى يحسب كل حسابات الاضاءه وتسقيطها على الفيرنتشر وعلى الماتيريالز وبالتالي راح ياخذ وقت اكبر احنا طبعا نريدها نكون اقرب للواقعيه بنبقيها يعني واحد بالالف اذا يعني سويناها 1% او 1/10 راح طبعا تكون تاثيرها كلش يقطع من وقت وبالتالي تاثيرها مو يكون واقعي فالكت اوف مهم بقي على هالقيمه هاي ماكو مشكله عندنا الشادو بايز اللي هو موجوده طبعا بكل الانواع اللايتنج الشادو بايز اللي هو 02 طبعا هو بعد الظل عن الجسم بعد الظل عن الجسم تشوف يعني قد ما يكون الظل هو ملتصق ويا الجسم او قريب عليه يكون هو افضل كاست شادو طبعا مفعله لازم تبقى مفعله الافكت ديفيوز ايضا بقيها مفعل وهكذا طبعا عبرنا الاي اس فايل شرحناه اللي هو اني استخدمه الافكت سباكولار طبعا انا تريد انه اكو سباكولار يصير بال يعني الاضاءه تاثر على الماتيريال وتسوي بها فد نقطه سطوع او هذا او لو ما تريدها طبعا نقاط السطوع سباكولار راح تفتهم اكثر من ناخذ الماتيريال ان شاء الله نشرحها طبعا احنا نحتاجها في بعض الاحيان خاصه اذا جلاس او مرمر او اي شيء لامع او يعني ماتيريال ميتال نحتاج انه السباكيولر يكون موجود فنبقيها شنو عندنا بعد مهم عندنا هنا يوز لايت شيب يعني هذا شكل الاضاءه اللي اختاريناه بالاي اس هل هو راح ياثر عندي بالشادو فقط راح ياثر باللايت والشادو يعني هنا يعني شادو اونلي ام الوميشن اند شادو طبعا او نو ما ياثر طبعا احنا الافضل انه نبقيها على الشادو ولكن ممكن ايضا انه يصير الوميشن اند شادو بعد يترك يعني واقعيه اكبر ايش عندنا اللي اسفلها عندك الكلر مود طبعا الكلر مبقي ما عندنا من حولها التمبرتشر هنا تحديد اللون ممكن انت تغير لون ابيض اصفر اخضر حسب السبوت اللايت اللي انت تختاره ايش عندنا بعد شده الاضاءه هنا أنا طبعا هاي تحدد الباور مالتها من هنا
الاريا سباركيولر هاي مساحة النقطة، المساحة الساطعة اللي تسوي انعكاس على الماتيريالز هل هي فعالة أو لا. طبعا ما دام انت فعلت سبيكولار افكت فوق فطبعا هاي لازم تبقى مفعلة. هاي الفيو بورت واير اللي هو طبعا انه شكلها اصفر احمر، يعني هو شكل بالفيو بورت شكل الاضاءة شلون راح يبين عندك. الاكسكلود مثل البقية اللي شرحناها بذيك المحاضرات، انه انت تعزل مجموعة من الاوبجكت ما تريدها، او تضمن فقط مجموعة معينة من الاوبجكت يأثر عليها الاضاءة فحسب تأثير الإضاءة. إذا تريد على الكل ما تسوي له اكسكلود، وإذا تريد والله عندك فد مثلا اوبجكت او اوبجكتين ما تريد يتأثرون بالإضاءة وسقوطها، راح تسوي اكسكلود وتأشرهم وتسلكهم حتى ما يأثر عليهم مصدر الضوء. هذا هسه هذا شرح سريع للفي راي اي اس، من نطبقها راح تكون بشكل اوضح عندكم. طبعا لازم نفتح لنا فت فايل، احنا نحضر لكم فايل قديم لمنظور داخلي، يعني وصيتكم باول محاضرة انه تهيئون منظور داخلي، لكن للاسف ما حد رفع فد منظور داخلي، فاحنا راح نستمر ان شاء الله، وبالمستقبل من تشتغلون مناظير داخلية راح تتعلمون شلون تسقطوا. اي اس لكتشر اعتقد هذا فايل انا مجهزه، نقول له اوبن اوكي، هو فايل جاهز يعني ايضا فري سورس من النت. كونتينيو اتس اوكي، هاي خلاص تمام. هسه هو هذا الفايل جاهز، انا هاي الاضاءه ما اريدها راح اسوي لها سلكشن و ديليت. تمام نجي هنا، خلينا نسوي اول نقطة نشوفكم الرندر سيت اب مالتها. طبعا هو مسوي انارة كاملة للاضاءة، مخلي اذا تشوفون البلين، مخلي هذه الانارة اذا تشوفون المخفية اللي هي تعتبر ميش، يعني هو مجرد جاب فد لاين وحوله سوى لأدت ميش وسواه بعدين الى ميش لايت. هنا عندنا السيتنج نشيك الراديانس، الراديانس ميديوم نسويها فيري لو على مود الحاسب مالتنا 35 ما اعرف شنو، خلي نسوي رندر ونشوف ايش قد ياخذ وقت. نشوف انه سريع، يعني مسوي الاعدادات تقريبا كلش سريعه ما تبيها. اذا تشوفونها ساعدنا هنا هذه النقاط اللي هي موجودة اللي هي هاي موديلينج، طبعا موديل لسبوت لايت وليس مصدر إنارة يختلف، هذا موديل جاهز مسويناه ومنزلينه كموديل للسبوت لايت وليس كمصدر إضاءة. هنا هذا الضوء اللطيف المخفي هذا طبعا عبارة عن قلنا ميش لايت، نزل في راي لايت نفسه وتختار نوعية الميش وتسلك الأوبجكت اللي تريد تسوي أنت كلايت مخفي او كمصدر اضاءه، فاي اوبجكت باي شكل من الاشكال راح يصير. هنا الاضاءه اللي جايه من الشبابيك طبعا ماخذيها من الفي راي لايت ريكتانجل ماخذها ومسوي لنا مصدر اضاءه. هنا الجدران طبعا بلاك صايره لان انا شلت ال شو اسمه مالتي الاضاءه فطلعت بهالشكل غامق هذا اللي تشوفوها، يعني حتى الارضيه غامقه تشوفون هسه، بس راح يصير عندنا يعني البقعة الضوئية اللي جاية من الشباك شلون ساقطة هنا لتبين الأرضية مالتي. تشوفون هذه اللقطة الأساسية مالتي، يعني بس بالحقيقة من اللي أسوي ستدي على لايتنج، احنا ايش حكينا؟ قلنا نريد نسويها أبيض، أنت في عندك سن جاهز وماتيريال مالته جاهز، شلون تسوي أبيض؟ عندك أوبشن في راي اللي اسمه شنو أوفر راي. هسه راح ادليكم هنا كنسل من هنا خلاص ما احتاجه بعد كنسل، حتى شنو اسوي هذه اللقطه كلها بيضاء عندي، نروح على الفي راي جلوبال سويتش هنا اكو هنا اوفر رايد ماتيريال افعلها تمام ويطلع عندي انتم عندكم نان هنا اسوي وول واختار مثلا في راي ماتيريال تمام طلعت لي هنا، ادوس حرف الام حتى اطلع الماتيريال براوزر، نفترض انه هذا اجيب اسوي له دراك اخليه هنا اقول له انستانس ضروري اوكي، بعدين احوله للون الابيض. هسه كل الماتيريال اللي موجوده هنا المفروض ايش صارت؟ صارت بيضاء. خلينا نشيك
نشوف تشوفون الماتيريال شلون صارت بيضة، يعني حتى مال السبوت لايت، السبوت لايت كان بيه ماتيريال تحول لان قلنا له اوفر رايد فصارت ابيض. هسه تشوفون السقف كان خشب ايضا صار كله ضمن الابيض، يعني صار كله ويا جدار. تشوفون هسه كل الاوبجكتات اللي عندي اخذت لون واحد اللي هو الوايت كلر اللي اني اريده. طبعا هنا ناس يقولون ليش على رصاصي مو ابيض، لانه بسبب توزيع الاضاءه اللي موجود بالسن مالتي. هسه احنا راح نبدي ان شاء الله نوزع السبوت لايت مالتنا الاي اس ونشوف تاثير على الجدران، على هذا الجدار، على هذا الجدار الامامي الخلفي عفوا اللي عندي، ونعرف شلون نتعامل وياه. بالبداية إذا عندك أنت أكثر من نوع أو أكثر من نمط مال الـ IAS راح تستخدم، فلازم من تسوي كوبي للـ IAS مالتك، من تسوي له انستانس تسوي له كوبي. أما إذا والله لا كل السن مالتك أنت هو نفس الشكل، نفس الإضاءة، نفس الشكل، سقوط الظل والضوء على الجدار، فراح تسوي له انستانس. حتى أي تغيير تسوي على وحدة من التيم يتغير على كل المشهد مالتي. هسه تشوفون المشهد مالتي صار بهالشكل هذا. خلينا نشوف ايش طول، طول دقيقة و26 ثانية. اتس اوكي. هسه نجي نفعل شو اسمه، نختار اول شيء السبوتات والجدران ونقول سيلكت سيميلر. هسه اختاريتهم كلهم واسوي هايد ان سيلكتد، تمام. هسه يعني حتى اعرف اني وين بالضبط، واروح على مثلا فرونت، نفترض انه هاي الفرونت مالتي، تمام. هسه عندي هذا سبوت واختار الاي اس نبلش نشتغل بيه ونسحب نسوي دراك. انا راح اسوي شوية حركة هيك بهالزاوية هذا، تشوفون انه سقط شكل الضوء هو هذا الاول ما يجي بدون ما اختار يعني اي شيء. اروح على الموديفاير، وقبل الموديفاير خلي اشوفه وين هو صار مكانه بالضبط. بهالشكل هذا نمشي هو اني اريده وين اريده ويا اللايتنج مالتي. شي كاميرا تلوخ انا ما اريده كل شي شي داخل، انزل جوا كله بحيث اوكي، بحيث المصدر الضوئي مالتي تشوفون يبين كله اسفل الاوبجكت الضوئي اللي يعني عندي. هسه انا هو شكله بهالشكل هذا، امشي اسوي له لهناية اقول له انستانس مثل ما اتفقنا انستانس، حتى هذول على كلهم نفس الشكل راح اختارهم. هذا هنا واحد الاخ، وهكذا نمشي بها شوي شوي، نمشي بها تمام. اوكي اتس اوكي هير اي ثينك، هذا لازم يمسح اول واحد مسح. بس البقيه اتس اوكي يعني هسه هذا نختاره، نختار الاي اس فايل مالتنا مثلا نختار. شوف احنا خلينا اول مره نشيك هسه حتى نعرف يا رقم ياهو نختار لازم وين نروح. نروح على الفيور اي اس فيور ونشيك مثلا هذا ثالث واحد ما اللي شوف الرندر مالته، نبدي نشوف نشيكهم عشوائيا الى ان نوصل الى فد واحد مقتنعين بي. اي مثلا هذا دبليو ال بي 21 هنشوفه اللي هو قبل الاخير، دبليو ال بي اللي هو هذا 21 نقول له. تشوفون راسا تغير شكل الاضاءة عندي، تغير صار هالشكل هذا، صار هالشكل هذا. فهسه مبدئيا انا عندي صارت مجموعة سبوتات هنا على هذا الجدار. اذا قلت له رندر خلي الرندر، طبعا مسوي له هايد لبقية الاوبجكتات، فانا بس حتى اشوف حتى اشوفكم بقوة شلون اجت عندي سبوت لايت هنا صارت نزلت على الجدار. تشوفونها هذه، هسه هذه
صارت عندي مجموعة سبوتلايتات متداخلة شكلها لطيف نزلت على الجدار مالتي. بنفس الطريقة أنا يعني ممكن أكمل على سبوتلايت جانبية حتى أشوف تأثيرها. طبعا هنا أنا سبوتلايت من أخليش راح يصير عندي، راح يصير عندي تعارض تقريبا ويا هاي الأشكال، فأني قدر الإمكان وين أحول على الجدار المقابل حتى السبوتلايت تكون شغالة بصورة صحيحة، لأن أنا يعني بالنهار فراح يتعارض ويا شكل هذا الإضاءة النهارية اللي موجودة. كنسل كنسل وأروح على فرونت مرة لوخ. هسه اختار مثلا اجيب اي اس مرة لوخ. هسه راح نختار غير شكل، نفترض انه هي نازلة الى الاسفل الى هنا. طبعا هو التارجت يعني حسب، هو راح يحدد لي مكان اخر تلاشي مالته. اجي على التوب اخليه هنا اوكي، اروح على الليفت اشيكه شو اسوي. اول نقطة انزلها قلنا شوية هنا تمام، بعدين اجيب ممكن التارجت احركه نحو الجدار اشوف شلون صار ليفت تمام. هسه خلي اروح على الفيور مرة لوخ واختار غير نمط، غير نمط شوية نمط مثلا اي هذا، خلي اختار اول واحد حتى نشوف شكله المختلف. نروح على الموديفاير اي اس نختار اول واحد، خلاص طلع لي هذا الشكل ما تشوفون شلون شكله، شكله مختلف نهائيا عن هذا الشكل. ممكن انا اسوي له سلكشن هسه كله، سويت له سلكشن ونروح نسوي كوبيز. خلي اجيب اول نسخه هنا لازم اوكي، و نحرك بهالاتجاه نوزع نقرب نسوي زوم حتى نضبطها بالسنتر ونشوف شكلها شو راح يصير. بس انا كلها انستنس طبعا، هاي كلها دراسة خلينا نقول لطبيعة الإضاءة بالمشهد الداخلي. نقول لك كاميرا طلعت ان هذا هسه تشوفون شكلها اصلا هو متغير مالتها. انهايد اول خلي اقول له وادسها رندرنج، خلي سيف كنترول اس تصير لنا مشكله ونقول رندر سيت اب ونقول رندرنج. تشوفون هسه شكل الإضاءة مختلف عن الإضاءة اللي تصير أكثر انتشارا بها أيضا نحو السقف وأيضا للأعلى. يعني إذا أشوف هاي تشوفوها هنا تصير هنا هنا، طريقة التدرج مالتها تطلع بشكل لطيف تختلف عن هذه أيضا. وممكن أنتم حسب اختياركم، يعني هنا أشوف الحدية مالتها أقل، توزيعها على الجدار اقل، ان انا تكون حاده يعني هذه مثلا ترهم تكون على فد لوحه او على فد شيء. هسه بهاي المحاضره اتمنى تكون واضحه عندكم، الاي اس وطريقه اختيارها وتوزيعها. وطبعا انا من اخلص وراها ثانيه ثانيه سويتها كلها ابيض، اذا يعني كنسلت واريد ارجع للماتيريال الاساسيه فقط اروح على الجلوبال انيميشن وفقط اشيل الصح من هاي، شلت الصح منها واقول له رندر. هسه اقدر اسوي رندر وذ الكلر اللي موجوده. طبعا انا للجدار انا ما منطي اي كلر، لكن انت تقدر تنطي مثلا الوان او تسوي ابيض، لكن منطي للخشب موجود اعتقد ماتيريال مالته وغيره، فتطلع السبوت لايت هسه تاخذ شكلها الماتيريال من خلال استخدام ماتيريال الوميشن. ان
ان شاء الله راح ناخذها بالماتيريال بالمحاضره القادمه اللي نفوت بتفاصيل الماتيريال اللي راح نشرح بها بشكل عام. المحاضره القادمه الماتيريال مالتنا الاساسيه، وشلون نقدر نجيبها ونستورد الماتيريال الجاهزه من خلال الملفات الفيري الجاهزه اللي موجوده بمكتبات كلش هوايه. ان شاء الله نشوف المواقع الالكترونيه مالتها وطريقه التنزيل مالتها. هسه شباب كملت اللقطه اللي عندنا اللي تشوفونها بشكل نهائي. اتمنى تكون المحاضره اليوم واضحه ومفيده بالنسبه لكم، خاصه على مستوى تصميم الفضاء الداخلي او تسقيط الاضاءه بالفضاءات الداخليه. شكرا جزيلا.